هل يقع الطلاق إذا تلفظ الزوج بدون أن يسمع أحدا حتى زوجته ولم يخبرها؟ يعني هذا رجل مريض، إذا كان مريض موسوس اختلف الأمر. يعني إذا قال زوجتي طالق، زوجتي طالق، إذا قال كده يعني في النفس، يعني إذا كان مريض ويهلوس لا تقع، مريض. أما إذا كان عاقل وقال زوجتي طالق وهو واحد طلاق واقع. الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وإذا تكلم